بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدا تحن إليكم الأرواح ولقاءكم ريحانا والراح وقلوب ودادكم تشتاقكم وإلى لذيذ لقائكم ترتاح. لازلنا أيها الأحبة مع هذا الشهر المبارك في قصص رمضانية نبوية. قصة اليوم: جميلة كجمالكم ورائعة كروعتكم وحلوة كحلاوة هذا الشهر الذي نحن فيه. قبل أن أبدأ في قصة اليوم أذكركم أيها الأحبة بأن يكون لكم في هذا الشهر أثر. نعم، اجعلوا نهاره صيام وليله قيام وبينهما قراءة كلام الواحد العلام وإطعام الطعام، فذلك والله هو المقصد من هذا الصيام. أيها الأحبة، قصة اليوم رمضانية نبوية. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل في الغار انقطع الوحي أيام، على الصحيح أنه أيام. اشتاق النبي للقرآن، نعم اشتاق للقرآن، فهذا القرآن هو كما ذكرنا كلام ربنا منه جرى، ليس بمخلوق ولا مفترى. أقبلوا عليه، أقبلوا عليه، يقبل الله تعالى عليكم ببركات هذا القرآن. نعم، كتاب أنزلناه إليك مبارك فليتدبروا آياته. نعم، أقبلوا عليه واعلموا أن الإقبال عليه سيكون شفاء وعافية ورزق وبركة وسعادة. بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سورة البقرة وآل عمران: أخذهما بركة وتركهما حسرة لا تستطيعها البطلة، أي السحرة. هذا القرآن متى أقبلتم عليه أقبل الله تعالى عليكم. قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي اشتاق للقرآن، اشتاق لكلام الواحد الديان، فأصبح يخرج إلى الأودية والشعاب، إلى الغار، لعله يأتيه الذي جاءه في الغار، يقصد جبريل، لأن جبريل جاءه على غير صورته، على غير حقيقته، جاءوا على صورة رجل لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قريب من الغار يسمع صوتا في السماء، فرفع بصره صلى الله عليه وسلم فرأى جبريل على كرسي على صورته التي خلقه الله تعالى عليها. وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلقه خلقا عظيما. هؤلاء الملائكة، جبريل سيد الملائكة، الروح الأمين، روح القدس، خلقه. وكان عندما رآه النبي على الكرسي في السماء له 600 جناح، ما بين كل جناح وجناح يسد الآفاق، فرآه النبي فتعجب من هذا المشهد. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أصابه الخوف والذعر. والنبي بالمناسبة ما رأى جبريل على حقيقته إلا في الأرض هذه المرة وعند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى رآه أيضا على حقيقته. وفي غير ذلك كان يأتيه إما على هيئة أعرابي وإما يأتيه على صورة دحية الكلبي، لأنه كان جميلا دحية رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأى النبي في مكة رأى جبريل على صورته على كرسي ورأى له 600 جناح، ذهب أيضا إلى خديجة. يا الله يا خديجة، لهذا القدر وهذه الدرجة كان النبي يعلم أن خديجة مصدر لأمانه وضمانه وسكينة. وخلقنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، رسالة لكل زوجة، كوني لزوجك سكن وأمان واطمئنان، كوني جاذبة له. نعم، جاذبة له، لا تكوني طاردة له، جاذبة له بأخلاقك، بتعاملك، بحسن كذلك ألفاظك، بحسن تعاملك معه. خديجة بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بجبيت بالجنة عندما جاءه جبريل، وخديجة تخدمه وتقوم على خدمته. قال: هذه خديجة قد أقبلت ومعها إيدام، فبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب، لا نصب فيه ولا صخب. فلما رجع إلى خديجة قال لها: زملوني زملوني. فيأتيه جبريل بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فقام النبي وأنذر صلى الله عليه وسلم، وعلم يقينا أنه النبي الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لكي يخرج الناس من الظلمة إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الباطل للحق، وكان رحمة مهداه. إنا أرسلناك رحمة للعالمين، يا رحمة سعدت بها أمم الورى، لقد كنت نورا في الوجود يضاء، أنت الطبيب لكل أدواء الورى، أنت الرحيم للنفوس شفاء. أيها الأحبة،
النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته وعلى حقيقته في رمضان. وأول من آمن بالنبي خديجة، بل أول من آمن من أمة النبي، وأول من سمع القرآن خديجة، وأول من سمع بصفة جبريل على صورته خديجة. إنها خديجة تاريخ يدرس لنسائنا ولبناتنا. أسأل الله تعالى في ختام هذه الحلقة أن يجعلنا وإياكم ممن قبل صيامهم وقيامهم وأعمالهم. اللهم اقبلنا ولا تردنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم بارك لنا في صحتنا وعافيتنا. اللهم إنا نسألك أن تنزل على بيوتنا الرضا والقناعة، وتجعل من فيها من أهل العبادة والسعادة والطاعة، واصلح لنا البيوت والأبناء، واجعلهم سعداء، وارحم من مات من الأمهات والآباء، واجعلهم في أمانك وفي ضمانك وفي إحسانك، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.